في النور الحقيقة تبان. افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر كلية طب جامعة عين شمس السنوي رقم 39 بحضور دكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ودكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ودكتور محمود الطيب وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع ودكتور مجد زكريا مقرر المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة. كلية طب جامعة عين شمس كلية عريقة، المؤتمر ده نمرة 39، يعني لك أن تتخيل سنوات طويلة جدا وهذا المؤتمر منتظم في فعالياته، استضافة لعدد كبير من ورش العمل، عدد كبير من الحلقات النقاشية، كل الكلية بكل تخصصاتها اشتركت في هذا المؤتمر، فالعلوم الأساسية والعلوم الإكلينيكية كانت موجودة، كل ده مع اعتماد 36 ساعة معتمدة من أكبر هيئات عالمية للي بيحضر المؤتمر. ده بيعمل تواصل ما بين أجيال، بيعمل تواصل وتدريب ما بين طلاب، أعضاء التدريس، هيئة معاونة، أساتذتهم في مصر أو علماء من خارج مصر، كل ده إضافة كبيرة جدا لمنظومة التعليم الطبي في مصر. المؤتمر في دورته 39، والنهاردة بيحظى المؤتمر بنقاط قوة كثيرة، منها طبعا رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المؤتمر النهاردة في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بيقدم عدد من الساعات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي. عايز أقول إنه هو كمان بيتم نشر الملخصات بتاع السادة أعضاء هيئة التدريس في إحدى الإصدارات الخاصة بجامعة أكسفورد. المؤتمر للمرة الأولى بين الجامعات المصرية بيحظى باعتماد دولي من الاتحاد الأوروبي، ودي يعني نقلة جديدة، يعني بتتفق لحد كبير مع الخطوات اللي بتتخذها جامعة عين شمس. يعد المؤتمر بمثابة الحدث الطبي الأكبر بمصر والشرق الأوسط، خاصة بعد حصوله على الاعتماد الدولي لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، كما ينفرد بالحصول على 36 ساعة معتمدة من الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية، بالإضافة إلى نشر الأبحاث المقبولة بالمؤتمر في عدد خاص من إحدى المجلات الصادرة عن جامعة أكسفورد. مؤتمر جامعة عين شمس السنة دي هو المؤتمر 39، متميز في أوجه عديدة الحقيقة، أنه أول مؤتمر يتم اعتماده دوليا بساعات أور بعدد ساعات 36 ساعة معتمدة، وده أكبر عدد من الساعات المعتمدة اللي ممكن تعتمد من مؤتمر خارج الدول الأوروبية، ودي طفرة الحقيقة. النقطة الثانية، جميع أقسام وكليات الجامعة، جامعة عين شمس، ممثلين في هذا المؤتمر، بحيث أنه عندنا حوالي 34 كونفرنس داخل الكونفرنس الأصلي، ففي 34 قاعة محاضرات ووركشوب وورش عمل ملحقة بفعاليات المؤتمر نفسه. جمع مؤتمر كلية الطب بين الأطباء من مختلف التخصصات وعمداء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الطب، ما أتاح الفرصة لتوحيد الجهود والتواصل بين دارسي وممارسي مهنة الطب في مكان واحد. مؤتمر طب عين شمس الدولي فرصة مهمة للتواصل ما بين الأطباء في مصر والشرق الأوسط، كمان تم فيه استعراض لأهم الجهود والأبحاث اللي تم الشغل عليها على مدار سنين فاتت. من مؤتمر كلية طب جامعة عين شمس، فريد إدوار، في النور.